هؤلاء الشباب. نحن نحتوي الإبداع ونحتوي الشباب، لأن الثقافة في ولايتنا وفي الجزائر عامة تعاني من الركود نوعا ما، فنحن نسعى لإبرازها وإعادة إحياء النشاطات الثقافية وتعويد المجتمع على مثل هذه التظاهرات. السلام عليكم، مرحبا بكم بالمركز الثقافي الإسلامي ابن مراد البوليدة في المعرض الوطني المقام من طرف نادي سفراء الإبداع. تلقيت قبل أيام دعوة للحضور والمشاركة بكتابي جناية من رحم الاغتصاب. بداية كان دخولي في عالم الكتابة عن طريق مشروع الكتب الجامعة، يعني شاركت في كتب جامعة عديدة. بعد ذلك طورت من نفسي وحققت أخيرا حققت طموحي اللي هو أول عمل أدبي تحت عنوان جناية من رحم الاغتصاب. استضفوني اليوم في ولاية البوليدة، يعني يعطيهم الصحة إن شاء الله، ربي يبارك فيهم إن شاء الله على الاستضافة تاعهم هذه. باش نشارك بالكتاب تاعي هزيج الحياة، هو كتاب جامع ضم مجموعة من الدول العربية مثل المغرب، لحد الآن يعني شاركة المغرب والسودان، مشاركين من 58 ولاية. الكتاب موضوع حر، مجموعة من الخواطر، مواضيع حرة، كاين اللي يشارك كما نقولوا بنتريات وكاين اللي يشارك بخواطر. ثاني يعني عيطونا اليوم باش يعرفوا بينا هنايا في البليدة، الاستضافة من عند الكاتبة فرح ربي يبارك فيها ربي يعطيها الصحة، وحبيت نشكر دار نشر شغف. وقد تشرفت اليوم بحضور معرض الكتاب في مركز الثقافي الإسلامي بني مراد، وقد بعد أن تلقيت الدعوة من رئيسة النادي هذه الإفراح والتي أوجه لها الشكر، وقد كنت سعيدا جدا بمشاركة اليوم حيث كان الإقبال غفير. وككلمة أخيرة أوجه الشكر لجميع القراء الذين حضروا، وقد تبادلنا النقاشات كانت غنية بالمعلومات والآراء، وأشكر كذلك نادي سفراء الإبداع على هذه الدعوة.